السلام عليكم، معكم صفيان من قناة أنواع تي في. عندنا اليوم هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج، هو سامسونج ام 13 اللي مقارن الا 13. كما كتشوفوا معنا هذا هو الهاتف ديالنا، وغادي نقوم بفتح العلبة وإلقاء نظرة أولية قبل شراء الهاتف. كما كتشوف ديما الضمان، عندنا عام ديال الكارانتي في التليفون. دابا غنقومو بفتح العلبة اللي كتجي 128 جيجا ستوكاج و 4 جيجا في الرام. غنقومو بفتح العلبة ديالنا. كما شفتو الثمن ديالها هو اللي 1700 درهم، هذا هو الثمن ديالها. كرتونه الا كان فيها هاد الواحد انس كارانتي راه ديال المغرب، يعني فيها عام ديال الكارانتي، ما كانتش فيها راه كتكون ديال برا، يعني ما فيهاش الكارانتي. هذا هو الهاتف ديالنا، منفذ تايب سي كيجي مع الشاحن، هو هذا سامسونج A13 كيجي بلون برنت كما العادة في الجنب ديال الشاشة. هذا هو الشكل ديالو، الشكل ديالو اللي زوين، تشد في اليد، يعني التليفون زوين في الشدة ديالو، وفيه منفذ الشحن تايب سي، وكيجيو معاه سماعات جاك، ولكن ما كيكونوش معاه ليزيات، كيجي بلا ليزيات. كيجي معاه شاحن وكايبل، الكايبل ديالو وهذا الشاحن والدبوس ديال لاكار. ما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك. نقوم بتشغيل الهاتف ديالنا. كنديرو ديماري، هذه هي الواجهة ديال الهاتف كما كتشوف. ندخلو البارامتر، كيجي باندرويد 11 ولا 12. كيجي باندرويد 13. ما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك. الخدمة ديال التليفون زوينة بزاف، اللي بغى شي واحد مرحبا. توصيل داخل الدار البيضاء بالمجان، ثمن اللي هو 1300 درهم. الثمن هو 1700 درهم، عذرا عفوا.